بما اننا تمسكنا بحق الرد فسوف نتناول الان الردود على كل النقاط الذي ابداها المحتكم ضده في مرافعته حتى وان كانت على سبيل المزح. اولا، وكاننا نترافع في قاعه وهم يترافعون في قاعه اخرى، وكاننا لسنا امام هيئه تحكيم وقر جمعها وجئنا لحل النزاع. فقد وجهنا من خلال سيادتكم عده اسئله، كان هناك تعنت واضح وتجاهل واضح بالأسئلة التي كنا قد أبديناها في مواجهة سيادتكم، وهذا وإن دل فيدل على ضعف موقف المحتكم ضده. هذا أولا. أما ثانيا، قد قمنا بعدة طلبات، منها التعويض ومنها التنفيذ العيني، لم يتم الدفع في مواجهتها، وعلى ذلك لنا الحق كل الحق فيها، بل أكثر من ذلك، حينما جاء إلى هنا بهدف المزحة وكأن هناك وقتا للمزحة، حينما قال ماذا أيقيم عليه الحد لو أعطيته لونا أحمر؟ لا، لن أقيم عليه الحد، بكل وضوح سوف أتمسك بموقفي بأن العقد شريعة المتعاقدين ولن أستلم البضائع. كما أن الرسالة فاجأنا المحتكم ضده وهو يقول كيف قانوني على أنها إيجاب جديد، ونحن المحتكم قد كيفناها قانونيا على أنها تذكير، والدليل أنها وصلت إلى علم المحتكم ضده إن المادة 18 كما أوضحت سلفا نصت في الفقرة الثالثة إن إرسال البضاعة يعد قبولا ضمنيا، وعلى ذلك إذا أراد مخالفة تلك الشرط كان عليه إخبارنا وإخطارنا بأنه سوف يخالف هذه المسائل. كما أن تعنتنا في التزاماتنا دفع غير مبنيا على أي أساس، فنحن ملتزمون بالاستلام مدى تم تقديم بضاعة مطابقة بالمواصفات، وهذا لم يحدث، وعلى ذلك لم نقم بالاستلام، فهذا حق لنا. أما بالنسبة للون والذي اعترض عليه، أصبت تساؤلا هاما في البداية، كيف نحمي الشروط واجبة التوافر، وبخاصة خير من أننا قمنا بالنص عليها صراحة في العقد؟ أهناك طريقة أفضل من أن ننص عليها صراحة في العقد؟ كما أنه وكأنه خرج علينا وكأنه من الكثير علينا التمسك بدرجة اللون ذاتها في ظل التكنولوجيا التي وصلنا إليها في تحديد الألوان. شكرا.